وحول هذا التقارب الاقتصادي الأردني القطري معنا الخبير الاقتصادي الأستاذ حسام عايش. يعطيك العافية أستاذ حسام، مساء الخير. أهلا وسهلا. هلا، أهلا بك أستاذ حسام. بداية، كيف هي العلاقة سابقا وكيف تحولت الآن بشكل أفضل؟ لماذا هذا التقارب الكبير والسريع خلال الفترات الأخيرة؟ يعني الأردن وقطر لديهم مصالح مشتركة ولديهما رؤية متقاربة بشأن القضايا المختلفة، كما يعني بينته الأحداث في المنطقة وفي مناطق أخرى. وأيضا يعني الأردن وقطر كان لهما علاقات تاريخية سابقة جيدة وإيجابية ومتطورة، وبالتالي تم إعادة من قطع من هذه العلاقة أو تم البناء على تفاهمات مشتركة بين البلدين أدت إلى يعني هذه الانفراجة. وخصوصا أن قطر يعني بادرت لمد يد العون والمساعدة للأردن في العام 2018 مع هذه يعني الحالة الشعبية على إثر قانون ضريبة الدخل، وكانت لا شك أنها يعني مبادرة قدرت في الأردن، وعلى هذا الأساس أعيدت يعني الحميمية التدريجيا إلى هذه العلاقة، لتصل إلى أن جلالة الملك سيقوم بزيارة يعني في هذا الشهر إلى قطر. هذا كله لا شك أنه جاء أيضا مع استمرار الاستثمارات القطرية في الأردن اللي تقدر بحوالي 4.5 مليار دولار، وبالتالي فإن قطر لم تبادر حتى في حالات يعني الحالات العادية في العلاقات الأردنية القطرية إلى سحب استثماراتها أو إلى استخدامها بشكل يؤدي إلى يعني فهم مختلف لدور هذه الاستثمارات. وبالتالي فإن كل هذه المعطيات كان لابد أن تؤدي إلى نتائج أفضل في العلاقات بين البلدين. نعم. طيب أستاذ حسام، حجم العلاقة الأردنية القطرية مقارنة بدول الخليج بالمجمل كيف تقاس، كيف تقرأ؟ يعني لا شك أنه يعني حجم العلاقات الاستثمارية والتبادل التجاري بين الأردن والسعودية وبين الأردن والإمارات وحتى بين الأردن والكويت لا شك أنه ظل مستمرا في ظروف مختلفة، وبالتالي ظلت العلاقات سواء على مستوى حوالات المتربين أو على مستوى الاستثمارات أو على مستوى التبادل التجاري مستمرا وقائما مع هذه الدول الخليجية وبأكثر من العلاقات مع قطر. لكن عودة العلاقات الأردنية القطرية إلى مسارها المعتاد التاريخي لا شك أنه سيرفع من معدلات التبادل التجاري، يعني بيننا وبين قطر كل التبادل التجاري الأردني القطري لا أقل من 100 مليون دينار، وبالمقارنة مع الإمارات أو قطر أو الكويت مثلا الحقيقة أنه لا يمثل يعني يمثل 2-3% 4% من إجمالي التبادل التجاري مع هذه الدول، وبالتالي فهو منخفض للغاية. اعتقادي أن الأردن وقطر في طريقهم إلى تطوير هذه العلاقات. الأردن قطر تجد في الأردن أيضا فرصا استثمارية واعدة وكبيرة ومتميزة، والأردن يجد في السوق القطري أيضا سوقا يعني يمكن أن يكون مؤثرا على صعيد الصادرات إلى هذا السوق، سواء على مستوى منتجاتنا من المواد الغذائية والزراعية والخضار والفواكه أو حتى من المنتجات الصناعية المختلفة أو حتى من منتجات تكنولوجية أو حتى على مستوى المشاركة في الترتيبات المتعلقة بكأس العالم. وهذه كلها لا شك أنها سترفع من مستوى التبادل التجاري ومن العلاقات الاقتصادية والاستثمارية بين الأردن وقطر. نعم.
طيب أستاذ عايش، ما مدلول زيارة الشيخ فيصل آل ثاني إلى شركة البوتاس العربية؟ ماذا تفهم من هذه الزيارة؟ يعني قطر تساهم بشكل كبير في الكثير من القطاعات الاقتصادية الأردنية، وهذه الزيارة لا شك أنها يعني زيارة يفترض أن نستوحي منها أن هناك ربما استثمارات قطرية ستذهب إلى هذه الشركة، أو أن قطر تعول على استيراد أو استخدام منتجات هذه الشركة في السوق القطري، أو أنها يعني تدعم هذا الشكل من الأنشطة، وبالتالي ربما يكون هناك يعني استثمارات قطرية ربما تصب في هذا القطاع. في جميع الأحوال هذا يعني هذه الزيارة تحمل هذه المعاني أو أنها توحي بهذه المعاني، وبالتالي فهذا النوع من الزيارات في الحقيقة زيارات مرحب بها إلى هذه القطاعات الاقتصادية المختلفة، ونأمل أن تكون النتائج المترتبة عليها في صالح العلاقات بين البلدين الاستثمارية وفي صالح تطوير هذه الشركة، إما استثمارا أو يعني استخداما أو شراء لمنتجات. نعم، هل تتوقع أن يكشف عن مشاريع وعن استثمارات جديدة بعد زيارة جلالة الملك إن شاء الله الأسبوع القادم؟ بالتأكيد هذه الزيارة لن تكون يعني زيارة اعتيادية، والتوقعات بشأنها أو بشأن النتائج المترتبة عليها يعني توقعات عالية على مستوى ضخ استثمارات قطرية يعني في مجالات مختلفة في الأردن. الاستثمارات القطرية في الأردن تطال العقارات والفنادق والسياحة والبنوك والصحة والمستشفيات والطاقة، وهناك استثمارات صناعية، وأيضا هناك استثمارات في السوق المالي، وبالتأكيد فإن زيارة جلالة الملك إما أنها ستوسع من حجم هذه الاستثمارات أو أنها ستدفع نحو استثمارات نوعية في مجال التكنولوجيا، في مجال الطاقة المتجددة، في مجال الاقتصاديات المناخ والبيئة، وهذا كله لا شك أنه سيكون إضافة مهمة إلى المشهد الاقتصادي الأردني وإلى مشهد التعاون الاقتصادي المتطور مع قطر. نعم. وأيضا قطر تجد في الأردن كمان يعني نقطة ارتكاز لأنشطة مختلفة في المستقبل، وربما يترتب على ذلك لاحقا، وهذه أمنيات شخصية أيضا، أن يكون لدينا هناك استيراد للغاز القطري ليكون بديلا عن الغاز الذي يتم استيراده من إسرائيل، وبالتالي تكون هناك فرصة أفضل لتطوير علاقاتنا علاقات الطاقة. هذا عفوا وليس باتجاه الطرف الآخر. أستاذ حسام، موضوع استبدال الغاز، هل هذا توقع منك أم أنه من تم دراسته أو الحديث عنه مؤخرا؟ هو أنا يعني لا شك أنه المسألة في إطار التفكير، طبعا هذا يحتاج أيضا، طبعا احنا لدينا الامكانيات لاستيراد هذه الطاقة، وربما يكون يعني يتم تمويه او مد الاردن بالغاز كجزء من استراتيجية قطرية في يعني جديدة في المنطقة، والانفتاح القطري على الاردن، على مصر، على حتى لبنان، على فلسطين، لا شك أنه في مراحل متقدمة، ولعل الطاقة هي جزء من تثبيت وتطوير هذا الانفتاح وهذه العلاقات. وقطر الآن يعني دولة لا شك أن لها حضورا إقليميا وحضورا دوليا مهما، وبالتالي فحضورها العربي وبالذات في منطقة المشرق وانطلاقا من الأردن بالنسبة لها يمثل نقلة نوعية جديدة في علاقاتها بالمنطقة وفي دورها فيها. نعم. أشكرك جزيل الشكر. شكرا لك أستاذ حسام عايش الخبير الاقتصادي، شكرا لك. أهلين.